مونديال قطر 2022 يثير الجدل من جديد بعد تدخل إيران. الدوحة لجأت لطهران بعد مقاطعة الدول العربية لها في يونيو 2017، الأمر الذي أدى لعرقلة دخول مواد البناء اللازمة لبناء الملاعب. ضغوط روحاني هو الآخر دفعته لاقتراح إنشاء خط ملاحي مشترك مع الدوحة، وإعلان استعداد الشركات الإيرانية لتنفيذ مشاريع تتعلق بكأس العالم 2022. موافقة قطر تعني تدخل الحرس الثوري بقطاع الإنشاءات في وقت تواجه فيه قطر صعوبات في استضافة البطولة بسبب عدم توفر غرف فندقية كافية لاستضافة المشجعين. المخاطر التي يتعرض لها العمال المهاجرون لبناء المرافق، تورط قطر في قضايا فساد بشأن استضافتها للبطولة.